انا كنت شايفه يعني وجهه نظري ان المباراه كان فيها كوره حلوه من الاثنين مدربين، يعني كان في تريكات فنيه سواء من بيتسو موسيماني او كابتن ايهاب جلال، وهو واحد من افضل المدربين الحقيقه في الفتره الاخيره. المباراه عجبني يا احمد ان موسيماني ان النادي الاهلي كان ضاغط من اول دقيقه، لانه فاهم كويس او يدرس كويس او ان فريق مصر المقاصه يعني بيبني الهجمه من تحت، بيبني الكوره من تحت، وان ده تكتيك كابتن ايهاب جلال، وده كان محضر له كويس قوي موسيماني، وحتى اتكلم عن ده بعد كده في المؤتمر الصحفي. وقدرنا انه الحمد لله ان احنا يعني من البدايه نحصل على ضربه جزاء تترجم لهدف من معلول، وبعدين حتى بعد ما الشوط الاول انتهى 1-1، لا الشوط الثاني كان فيه استحواذ اكتر من النادي الاهلي، كان النادي الاهلي افضل بشكل كبير، وشفنا طبعا الهدفين بتوع كهربا والسوليه. كهربا لو هنقف عنده يا احمد، انا شايف ان هو دايما بيمثل مصدر خطوره للفريق الخصم. كهربا الحقيقه تالق في مباراه امبارح، وكمان هو يعني من اكتر اللعيبه اللي جمهور الاهلي مستني منها كتير، وطبعا عمرو السوليه نفس الموضوع، يعني عمرو السوليه بقاله فتره مستواه ثابت. هدف السوليه، وان كان السوليه يعني من وجهه نظري عنده احسن كمان من قبل امبارح كتير، بس هدف السوليه يعني بيتهيألي من اروع الاهداف. انا دايما بحب الكور الفيرست تايم يعني، وبالنسبه كل الناس اللي بتتفرج على كوره بتحب الكور اللي فيها توافق عصلي عصبي، حركه واستلام بدون ما يكون فيه تقايد بالمراكز. الفينش اللي من فيرست تايم ده بيبقى ليه تاتش لطيف جدا، وكل ده حصل في جون السوليه. الجون الاولاني بشوف فيه كمان جون كهربا، بشوف فيه شغل جماعي على اعلى مستوى، يعني الباس اللي ابتدى من السوليه واستلام قفشه في المنطقه والتصليحه لكهربا والفينش بتاع كهربا، جون فيه جماعيه تديكي احساس ان الجون ده حلو جدا، بتحبي انك تتفرجي على كوره حلوه. انا معاك انه فعلا في ميس باس كتير، وحتى موسيماني اكد على ده واكد انه هيبقى في شغل على ده الفتره اللي جايه، وان في فرص كتير يعني ضاعت يمكن في الشوط الاول، يمكن كان ساعات اللاعب يوصل للكوره بدري شويه عن المفروض فيقع في خطأ التسلل. كان شايف موسيماني ان الاربعه اللي في الاول في الشق الهجومي مش متمركزين بشكل كويس، بس زي ما احمد قال يعني في عناصر جديده داخله الفريق، فطبيعي ان يكون لسه ما اندمجوش قوي مع الفريق او ما حصلش الانسجام المفروض يكون في الفريق، وكل ده هيكون في شغل عليه طبعا الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس شكل فرقه في البدايه مبشر جدا، وان شاء الله سيزون ممتع. يعني انا ان شاء الله مطمن انه اللعيبه اللي موجوده في فريق نادي الاهلي السيزون ده هتدينا كوره واداء ممتع. السنه اللي فاتت حققنا القاب وحققنا نتائج ايجابيه، كان ينقصنا بس بعض الشيء الى حد ما بسبب ظروف كتيره جدا مش هنتكلم فيها. كره الاهلي اللي بتمتعنا دايما، واعتقد انه السكواد بتاعه الاهلي السنه دي قادره انها تعمل ده باريحيه كبيره جدا. على كل الاحوال حلقه النهارده فيها موضوعات كتيره جدا ومهمه جدا، طبعا اهمها ازمه، هي ازمه بكل ما تحمله الكلمه من معاني، ازمه منتخب الشباب واصابه 17 لاعب اعتقد، ومعاهم كابتن ربيع ياسين كمان المدير الفني بفيروس كورونا. اخر التطورات يمكن عرفنا قبل ما نطلع على الهواء انه الفرقه عملت مسحه ثانيه من حوالي ربع ساعه، نتيجتها هتظهر امتى كل التفاصيل هنتابعها على مدار الحلقه.